بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا لهذا اليوم تعويض الاسلاك اثناء اللف، يعني شلون نقدر نغير بالجيج مال السين. عندنا هذا الماطور اللي تشوفوه الضخم، هذا طول المجرى مالته 6.5 سم، جانا ملفوف بهاي الطريقه اعتيادي اللف 4 خانات. الخانه الصغيره مطيها اعداد كلش قليله، مطيها 20 عده، والخانه اللي وراها مطيها 50، والخانه اللي وراها مطيها 50، وراها 60. الجيج مالته حسب ما فحصناه جيج 23، يعني 0.60 القياس مالته 0.60 جيج خشن. وطريقه لف الستار، هذا الستارت مالته مطينا 3 خانات، الخانه الاولى هنا 95 مطينا و90 و100، يعني مراكبين وحده من الخانات فوق الرن، فوق الرننج. فهاي الطريقه شويه مزعجه، وجيج السين مالته ثخين، فنقدر نناور طريقة اللف. يعني ليش اللف الستار 3 خانات؟ ايش راح نسوي؟ احنا غيرنا الجيج مالته حتى يكون اللف سهل، وحتى يطول عمر الماطور لانه راح تقل شويه امبيريته. هنا كان ملفوف 0.60، انا لفيته 0.55، يعني صار فرق عندنا بالجيج، قللت الجيج مالته. هاي تفيدنا شنو؟ راح يصير تقعيد السيم يعني بالمجرى مالته سهل، والامبيريه راح تقل مالته، لان تعرف احنا مشكله عندنا بالكهرباء وتشغيل مولدات، فدائما المواطن يدور امبير قليل. فهاي الطريقه تضمن لك بانه راح يكون الامبير مالته قليل ونفس القوه ونفس العزم مالته. فالاعداد مالته الاصليه كانت الرننج مالته 0.60، الاعداد مالته 20 50 50 60، والستارت مالته 0.45، يعني جيج 26 وهذا جيج 23. الاعداد مالته 55 90 100. احنا شلون عوضنا بطريقه اللف مالته؟ طبعا هاي تعتمد على خبره الشخص وطريقه اللف مالته. بالنسبه لي لفيت اني جيج 55، يعني 0.55 جيج 24، العدد مالته اعطيته 60 على 4 خانات، 60 60 60 60. والستارت اعطيته 0.45، يعني جيج 26، اعطيته خانتين على 120، يعني عوضنا هذه الاعداد بخانتين احسن ما لفت 3 خانات. فالماطور ان شاء الله ناجح 100%، وهاي عن طريق تجربه، يعني مو بس هذا الماطور، هاي عن طريق تجربه. فهسه راح نشغلكم اياه ونشوف القوه مالته والامبيريه مالته كلش حلو. هسه راح نشوفه. لاحظ الامبير مالته تقريبا 8 بالعشرة، خلينا نقول جول واحد بشويه. لاحظ النهضه مالته اول ما ينهض امبيره، اهم شيء هاي. لاحظ خليه يوقف. نهض بثلاثة وشوية، زين؟ فالماطور كلش قوي، وهاي عن طريق تجربة، يعني مو حاليا سويناها. فاللي المقصود به، يعني طبعا المكثف مالته 12 مايكرو فاراد، زين؟ المقصود به هو هسه شلون راح نعرفه؟ يعني إذا الماطور عندك 8 مايكرو فاراد، بإمكانك أن تلفه جيت يعني اللي هو 0.40 و 0.45. زين عيني، اذا الكونديسر مالته 10 بامكانك ان تلفه 0.45 و 0.50، يعني جيج 26 وجيج 25. اذا المكثف مالته 12 بامكانك ان تلفه 0.55 عفوا و 0.60، يعني تقدر تلف هالجيجين. فانت دائما اذا عندك الجيج عالي انزل مرحله، دائما اذا الجيج عالي انزل مرحله، جيج عالي انزل مرحله. اذا ما عندك سلك، واذا عندك اللف شويه تلاقي صعوبه، لان تعرف الماطورات الحديثه كلها المجرى مالها ضيق، مسوي شغله اقتصاديه. فحبينا نفيدكم بهاي الطريقه، وهاي عن طريق تجربه، اللي يحب يتخذها بكيفه، واللي ما يرجع على البيانات الاصليه هاي بعد مشكلته. فحبينا نفيدكم بهاي الطريقه، وشكرا لكم.